هو احنا في مهرجان الجونة ولا ايه؟ حد يفهمنا يا جماعة ايه اللي بيحصل في المملكة العربية السعودية؟ دي كانت بعض تعليقات المتابعين بسبب اللي حصل في مهرجان البحر الأحمر المقام حاليا في السعودية. الموضوع أثار حالة كبيرة من الجدل بسبب الإطلالات الجريئة التي ظهرت بها الفنانات، وكلنا ما كناش متوقعين ان الموضوع يكون بالجرأة دي. يا ترى مين أصحاب أجرى الإطلالات في المهرجان؟ ومين اللي الجماهير هجمتهم؟ وإيه حكاية الحجاب والفستان الكامل؟ تعالوا معنا نعرف إيه الحكاية. أسوأ إطلالات مهرجان البحر الأحمر: حجاب على فستان مكشوف وشعر مبلل. يبحث عدد كبير من المعجبين عن أسوأ إطلالات مهرجان البحر الأحمر، فعلى الرغم من حرص العديد من النجمات على التألق والأناقة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلى أن هناك نجمات خرجن عن المألوف بأسوأ إطلالات، حيث جاءت العديد من الإطلالات غريبة وغير موفقة، منها الحجاب على فستان مكشوف وفستان غير موفق مع تسريح للشعر المبلل وتفاصيل أخرى. أسوأ إطلالات في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر الجاي، حيث حرصت العديد من النجمات على ارتداء ملابس غير ملائمة مع تسريحات شعر ومكياج وإكسسوارات غير موفقة بالمرة. ارتدت النجمة نادين نسيب نجيم فستان في غاية الأناقة، ولكن لم يحصل على إعجاب الكثيرين نظرا لأن فتحة الصدر كانت ملفتة للأنظار، مما أضاعت بهجة وأناقة الفستان. وحرصت على ارتداء سوارا ذهبيا مع ترك شعرها منسدلا على الكتف، ودارت الانتقادات حول تسريحة شعرها غير الموفقة مع الفستان. وحرصت النجمة مايا دياب على ارتداء فستان باللون الذهبي طب وغطاء طويل على الأكتاف باللون الذهبي ليضفي لمسة جمالية تعكس أنوثتها، مع الحرص على وضع درجات اللون الكشميري الملائمة للون الفستان ورفع الشعر الأعلى. ولكن الفستان موضة ليست حديثة وتعتبر إطلالة غير جيدة نظرا لأن الشعر والمكياج مع قصة الفستان غير موفقة في الإطلالة بنسبة كبيرة. ونور الغندور كانت إطلالتها جذابة وملفتة، حيث اعتمدت اللون الأسود وارتدت فستان مفتوح من الأكتاف مع الحرص على ارتداء أكمام شيفون شفافة والفستان مفتوح من الصدر، مع اعتمادها ارتداء الكب، ولكن التسريحة الخاصة بها غير موفقة فحرصت على ترك الشعر منسدلا ومبللا. ومن أغرب الإطلالات في مهرجان البحر الأحمر المقام في السعودية، حيث ظهرت مريم أوزورلي بإطلالة اعتمدت فيها على غطاء رأس وفستان مكشوف من الصدر باللون الأحمر مع ارتداء إسوار كبيرة الحجم. ومن ضمن أغرب الإطلالات وأسوأها في اليوم الثالث للمهرجان إطلالة الفنانة السعودية فاطمة النبوي، حيث أثارت الجدل حولها نتيجة لاعتمادها على اللون الأبيض والأسود مع طب وتنورة غريبة وغير ملائمة. أندريا تايا ارتدت فستان شفاف للغاية مطرز بفراشات بنفس اللون الأسود، كما حرصت على ترك شعرها منسدل والفستان كان مكشوف من منطقة الصدر على الرغم من أن تصميمه بالأكمام. رايا أبي راشد اعتدنا على ارتدائها فساتين في غاية الأناقة والرقي، ولكن هذه الإطلالة لم تكن موفقة لها، حيث ارتدت الفستان مكشوف للغاية من منطقة الصدر ولم يناسبها إطلاق. نور طاهر ارتدت فستان شفاف يشبه بدلة الرأس ولم تكن موفقة في اختيارها ولم يناسب المهرجان على الإطلاق، فهي إطلاقة جريئة وسيئة والفستان كان شفاف للغاية في مناطق البطن والأكتاف بالجسم. في انتظار رأيكم في التعليقات، رأيكم يهمنا. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس ليصل كل جديد. مع أجمل ورائي تحياتي وتحيات أسس الثقافة ومعلومة. تابعونا